اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. بين أيدينا السورة التي بعدها، وهي سورة الحشر. يقول الله تعالى فيها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فيها عدد من المسائل. المسألة الأولى: هذه السورة من السور المدنية وآياتها 24 آية. الآيات المدنية والآيات المكية، ذكرنا لكم في السابق أن الآيات المدنية هي الآيات التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سواء نزلت عليه في المدينة أو نزلت عليه في تبوك أو نزلت عليه في بدر أو في أحد أو نزلت عليه في حنين إلى غير ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم في تبوك مثلا لبث 3 أشهر، فنزل عليه قرآن خلال هالثلاثة أشهر. هل نقول هذه آيات تبوكية وتلك آيات حنينية بناء على معركة حنين، وتلك آيات مثلا بدرية وأحدية؟ ليس هذا التقسيم موجوداً، إنما التقسيم على نوعين: آيات مدنية وآيات مكية. الآيات المكية هي التي نزلت عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، والآيات المدنية هي التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. بهذا التقسيم نرتاح عندما نتعامل مع هذه الآيات. هذه السورة تسمى أيضاً بسورة بني النضير، وكلمة نضير على وزن أمير، يعني ليست نضير أو نضير أو نحو ذلك، إنما هم بنو النضير. وبنو النضير عموما هم قوم من اليهود كانوا يسكنون المدينة، ثم وقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء، فجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، كما سيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. روى البخاري عن سعيد بن جبير في تسمية هذه السورة سورة بني النضير، قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر، سورة الحشر، يسأله عنها، قال: سورة بني النضير. وذلك لأن هذه الآيات أصلا نزلت في بني النضير. قول الله تعالى: سبح، يعني نزه وقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا التسبيح في آيات في مواطن فيها تنزيه لله تعالى، مثل ما جاء عند أحمد وعند أبي الشيخ في العظمة وعند الترمذي وغيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام أقبل إليه أعرابي قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. ورد هذا أنه قالها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر، وورد أنه قالها وهو في مجلسه مع أصحابه. المقصود أن ذلك الأعرابي ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، فإننا نستشفع بك على الله، نطلب منك أنك تشفع لنا عند الله، نطلب من الأدنى للأعلى أن يشفع لنا عند الله، أن ينزل علينا مطرا، هذه مقبولة. ثم قال: ونستشفع بالله عليك، نطلب من الله أن يتوسط لنا عندك أنك ترضى أنك تدعو. طبعا ما يجوز يقول هالكلام. أنت الآن لما مثلا تأتي إلى مدير مكتب المدير العام أو إلى سكرتير المدير العام وتعطيه أوراق وتقول له مثلا: أنا أود أنك تشفع لي عند المدير يخلصها اليوم، يوقعها اليوم، هذه تقبل، بحيث أن السكرتير يدخل ويقول: يعني طال عمرك هذا واحد مستعجل وعنده ظروف، وليتنا نقدمه على بقية المعاملات وتمشي، إنسان مسكين، يشفع لك
ما يستطيع يلزم المدير لأنه أدنى إلى أعلى. لكن لو دخلت إلى المدير وأعطاك المعاملة وقالك خلاص أعطيها السكرتير، لن تقول للمدير اشفع لي عند السكرتير يخلص اليوم، لا، تقول له ماذا؟ أؤمر السكرتير، عمد السكرتير، ألزم السكرتير يخلص اليوم. ولو تقول للمدير توسط لي عند السكرتير يخلصها، زعل عليك، قال أنا توسط لك عند السكرتير، رفع السماعة وقال يا فلان تخلصها الآن ولا فصلناك، لأن مصدر قوة. فلا يصح أنك تقول للأعلى نستشفع بك على الأدنى، بل الأعلى يأمر الأدنى، ما هو بيشفع وينزل مقامه إليه ويتطلبه ويتمنى عليه ذلك. فلما قال الأعرابي نستشفع بك إلى الله، طيب ما هي مشكلة، اشفع لنا عند الله، لكن قال نستشفع بالله عليك، يقول راوي الحديث فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح يعني نزه الله وقدسه، وجعل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يقول حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ليس فقط في وجهه عليه الصلاة والسلام تغير، حتى أصحابه جعلوا ينتفضون من هالكلام الذي قاله من شدة تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره بهذا الكلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي ويحك، أتدري ما الله، كيف تتكلم على الله بهالأسلوب، أتدري ما الله؟ ثم قال إن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، إلى آخر الحديث في ذلك. فبين له عظمة الله تعالى لأجل أن يتأدب مرة ثانية لما يتكلم عن الباري الإله العظيم جل جلاله. فقول الله تعالى سبح لله يعني نزه الله وقدس الله تعالى ما في السماوات وما في الأرض. طبعا ما في السماوات وما في الأرض يعم كل شيء، يعم الأحياء والجمادات والأشجار والأحجار والجبال والشجر والدواب إلى غير ذلك. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول أما يستحي أحدكم أن تكون ناقته التي يركبها أكثر تسبيحاً منه؟ يقول الحمار اللي تركبه يسبح ويهلل وأنت ما تسبح وتهلل، لأن الله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أما يستحي أحدكم أن تكون الدابة التي يركبها أكثر تسبيحاً منه؟ فكان يؤكد على هذا المعنى، مثل ما قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، العزيز في انتقامه، الحكيم في تدبيره إياهم، بمعنى أن الله تعالى عزيز ينتقم ممن يشاء، فانتقم من بني النضير لما فعلوا ما فعلوا مثلا، انتقم من بني قريظة لما فعلوا ما فعلوا، انتقم من فرعون، انتقم من قوم عاد وثمود إلى غيرهم. لكنه جل جلاله مع قوة انتقامه وعزته إلا أنه حكيم، حكيم. يقول والحكمة هي أن تضع الأمور في مواضعها. كيف؟ لو جاءك إنسان وسألك عن قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ إيش الآية؟ بالحكمة. ما قال ادعو إلى سبيل ربك بالرفق، أو ادعو إلى سبيل ربك بالقوة، أو ادعو إلى سبيل ربك بالحوار والمناقشة، أو بالسيف والمناضلة، لا، بالحكمة. أعطاك كلمة عامة، ما هي الحكمة؟ قالوا هي وضع الأمور في مواضعها، البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. بمعنى الإنسان الذي لا تصلح الدعوة معه إلا بالمحاورة أحاوره، إنسان تصلح الدعوة له بتخويفه مما يكون بعد الموت، أخوف مما يكون بعد الموت، إنسان تحصل المحاورة إقناعه بالإسلام والدعوة له بمثلا الشدة، تأتي الإنسان وتقول شوف ترى إذا ما مثلا ما تركت، إذا ما صليت في المسجد والله ترى لا أذهب وأفعل وأسوي وفلان يقاطعك بالشدة فيطيعك. إنسان تصلح الدعوة له بالإغراء المادي، مثل سهم من في الزكاة؟ المؤلفة قلوبهم، اللي يعطون أموال لتقريبهم إلى الإسلام،
تعطيه فلوس حتى تقربه إلى الإسلام. لذلك الله تعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالأسلوب المناسب لكل إنسان. حتى يا جماعة الآن حتى في خطيب الجمعة الذي يتكلم على عامة ناس، سواء في مثلا من خلال مدرسة، من خلال مؤتمر، من خلال قناة فضائية، أو في دروس المساجد أو غير ذلك، يقولون إن من الأفضل إذا كنت تتكلم مع مجموعة تختلف أفهامهم وطرق تفكيرهم وأساليب اقتناعهم، من الأفضل أن تنوع الأساليب. مثلا بعض الناس يفهمك لما تتكلم معه بكلام إحصائيات، تقول له تتكلم معه مثلا عن الخمر، لا يقتنع كثيرا، تقول له صح آيات وأحاديث، مسلم مقتنع أنه حرام، لكن أحيانا ربما يحتاج إلى زيادة قراءة، فهو لا يقتنع تقريبا إلا بالأرقام. فلما تقول له هل تعلم أن الخمر يوجد فيه نسبة 70% سموم مثلا من الكربوهيدرات، ولا من الصوديوم المخلوط مع الكالسيوم فيؤدي إلى كذا وكذا، وأن 70% من العاملين في محلات الخمور هم مصابون بكذا، وأن لو قضينا على الخمور لاستطعنا أن نطعم يوميا بهذه القيمة أكثر من 250 مليون لاجئ متفرقين في المكان الفلاني، وأنك لو وقفت الخمور ستقضي على قرابة 20,000 حالة طلاق تقع يوميا في العالم، وأنك لو وقفت الخمور سوف تقضي على أكثر من 25,000 حادث سير يقع يوميا في المكان الفلاني، وأنك فبالأرقام يقتنع، بينما غيره قد لا يقتنع بهالأرقام. يمكن لما تبدأ تقول هالأرقام يتثاءب ويقول أخي متى يخلص من هالأرقام بس ويعطينا قصة مؤثرة عن الخمر. مثلا الآيات صح آيات مقنعة له، أرقام يعني جميلة وإحصائيات لطيفة، لكن يبغى قصة مؤثرة. فتقول يا جماعة الخمر فيه أخطار كثيرة، واحد كان يشرب خمر بعدين رجع مرة البيت وهو سكران، فأقبل وأخذ الساطور، تجد هالشخص ينشد معك، بينما صاحب الأرقام ما تؤثر فيها القصة كثير. يقول يا أخي يمكن مؤلفها الشيخ قريها في الإنترنت كذا واحد متأثر وكتبها وزود ونقص، أو لسنا أطفالا يعطينا قصتين على الخمر، أو هذه قصة وقعت من بين كم من اللي يشربون خمر في العالم، ملايين، واحد بس اللي قتل زوجته وأولاده وسوالها قضية يعني عليها، في ناس يقتلونهم ليس سكارى مثلا، ما يقتنع، لكن اقتنع بالإحصائيات التي ذكرتها له قبل قليل، لكن لم يقتنع بالقصة. واحد مثلا لا يقتنع لا بالقصة ولا بالإحصائيات، يقتنع بالتخويف، فتقول أتعلم ما هو جزاء شارب الخمر يوم القيامة؟ من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. تدري أن الخمر هذا اللي تستمتع به في الدنيا بكرة لما تكون في يوم القيامة تسقى من طينة الخبال؟ تدري أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة؟ الخمر اللي في الجنة لا يمكن تذوقها إذا ما تبت من الخمر الآن. فتجد صاحب الأرقام ما يؤثر فيه كثيرا هالكلام، صاحب القصة ربما لا يتأثر، لكن الثالث يتأثر بذلك. لذلك انظر إلى مثل هذه الحكمة في التعامل مع الناس. إذا أردت أن يتأثر الناس بطرحك احرص على تنويع الأسلوب قدر المستطاع، خاصة في الأسلوب الذي يكلم عامة، احرص على أن يجتمع في أسلوبك أنواع متعددة من طرق الإقناع حتى تستطيع أن يقتنع بك أي واحد من هؤلاء الناس الذين يستمعون إليك. لذلك قال وهو العزيز في حكمه جل جلاله المنتقم ممن يشاء سبحانه وتعالى، قال الحكيم في تدبيره إياهم. حتى سبحانه وتعالى لما يريد أن يعذب وحكيم في طريقة العذاب. لذلك تلاحظ ليس كل الأقوام عذبوا بعذاب واحد، لما يعذب فرعون بالغرق الله تعالى له حكمة في ذلك، لما يعذب قوم شعيب بحجارة أخذهم عذاب يوم الظلة لما جاءت غمامة فوقهم فظنوها عارض يمطرهم فإذا به حصى ينزل عليهم حتى يقتلهم، لما يعذب قوم صالح مثلا بالريح، لما يعذب قوم هود بما يعذبون به، لما يعذب قوم نوح بالطوفان. هؤلاء الأقوام الذين عذب كل نوع منهم بنوع من أنواع العذاب، اعلم أن هذا ليس خبط عشواء، وأن المسألة ليست اختيار هكذا يعني أي نوع بس من العذاب عذبهم به، لا، لو تأملت
في العذاب الذي نزل بكل قوم من هذه الأقوام لوجدت أن هذا العذاب الذي قد أصابهم هم مقصودون به. فرعون مثلا، فرعون كان يفتخر بافتخار معين، وكان قد جعل عرشه على مثل الساقي، يعني الساقي هو النهر الصغير، وجعل عرشه فوقه، فكان يقول لقومه مفتخرا ومتكبرا: أليس لي ملك مصر؟ ثم قال: وهذه الأنهار وين؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ما تشوفون؟ ما أنهار تجري من تحتي دليل إني ملك. فإذا بالله تعالى يجري الماء من فوقه، لما أجراه هو من تحته أجراه الله تعالى من فوقه. لما يأتيك قوم عاد يكذبون تكذيبا معينا، قوم لوط يكذبون تكذيبا معينا، ثم يرسل إليهم أنواع يعني مخصوصة تناسب لمثلهم، اعلم أن الله تعالى مثل ما قال وهو العزيز الحكيم أنه جل جلاله لا يرسل أي عذاب إلى أي قوم، بل يرسل العذاب المعين إلى القوم المعينين. الله تعالى يسبح نفسه، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبح اسم ربك الأعلى، سبح بحمد ربك واستغفره مثلا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وذلك لأنه جل جلاله يحب المدح، وهو أهل الثناء والمجد، وهو سبحانه وتعالى أثنى على نفسه جل جلاله. فكلما صرت أنت أكثر ثناء على الله تعالى فإنك تكون متقربا إليه أكثر وأكثر، كما جاء في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم: إن ربك يحب المدح. لذلك حتى من الأدب في الدعاء إذا أردت أن تدعو أن ترتب دعاءك على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى أن تسبح الله وأن تمدحه، تقول مثلا: اللهم يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا عظيم يا قدير، أنت الذي تشفي من تشاء وتصيب من تشاء وتغني من تشاء وتفقر من تشاء، أنت سبحانك الذي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، سبحانك عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، في السماء ملكك وفي الأرض عظمتك وفي البحر قدرتك وفي العذاب وسطوتك. تثني على الله تعالى وهو جل جلاله يحب المدح سبحانه وتعالى، ولذلك مدح نفسه. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية في الدعاء أن تبين ضعفك ومسكنتك، تقول: وأنا العبد الضعيف المسكين الفقير إليك، من أنا بدونك يا رب العالمين، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يا ربي أنا العبد الفقير المذنب المسكين. تبين ضعفك ومسكنتك. ثم المرحلة الثالثة تطلب حاجتك، فتقول: فأسألك أن تشفي مريضي، أسألك أن تقضي حاجتي، أسألك أن تسدد ديني، أن تيسر لي هذه الوظيفة، أن مثلا تنتقم لي من هذا الذي ظلمني، إلى غير ذلك. ثم تختم دعاءك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه وتعالى إذا قدمت بين يدي دعائك بمقدمة مدحته سبحانه وتعالى فيها وأثنيت عليه جل جلاله، مع أنه سبحانه وتعالى غني عن ثناء عباده، إلا أنه سبحانه وتعالى يعني يسمع هذا الثناء ويكون هذا الثناء مؤثرا في استجابة الله تعالى للعباد. بل إنه جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد. لماذا؟ قال: لما يسمع من حسن تضرعه. يعني هذا العبد عنده كلام جميل يقوله دائما، عنده ألفاظ يعني فيها أنواع من الثناء والمدح والتمجيد لله جل وعلا، فلو أن الله تعالى استجاب له مباشرة لتوقف هذا الدعاء، فيؤخر الله تعالى الإجابة، يؤخرها يؤخرها لأجل أن يزداد هذا الدعاء من هذا العبد. ثم قال الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. شوف الوصف كيف يقصد بالذين كفروا بني النضير، وهم قوم من اليهود، اليهود الذين كانوا في المدينة أنواع
يهود بني قريظة وهم آخر من خرج، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير. فهؤلاء كانوا قد تحصنوا بحصونهم، وفي السابق ما كان في طائرات بحيث أن الجيش المهاجم إذا هاجم مثلا بلدا وتحصنوا بحصونهم يستطيع هذا الجيش المهاجم أن يأتي ويركب الطائرات ويقاتل مثلا، ما كانوا يستطيعون ذلك، فكانوا لا يستطيعون إلا أن ينقبوا في هذا الحصن نقبا يدخلون منه، وكان أصحاب الحصن يقفون فوق لا يستطيع أحد أن يقترب من الحصن لأجل أن يحفر فيه نقبا إلا قتلوه. فكان الحصن يعتبر سدا منيعا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر حصن بني قريظة أكثر من 20 يوم ما هو قادر يدخل. بني النضير حاصرهم صلى الله عليه وسلم قرابة 10 أيام واقف برا الحصن، ما احنا قادرين ندخل، أبواب مغلقة وناس واقفين فوق، أي واحد يقترب لأجل أن ينقب الحصن يرمى بسهم، أي واحد يريد أن يصعد الحصن يرمى. فما كانوا يستطيعون أن يتجاوزوا هذه الحصون، وأولئك كانت حصونهم منيعة. لذلك قال جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، أنتم أيها المسلمون ما ظننتم أن أولئك فيه ما يخرجهم، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني حتى من الله أن حصونهم ستمنعهم لو أرادهم بأن يمكنكم منهم. قال الله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، مثل ما وقع للنمرود الذي لما قيل له إنك ستموت قال: أموت؟ كيف أموت؟ طيب الحرس عندي والحصون منيعة. فآتاه الله تعالى وقتله بذبابة. الذبابة يعني لو أن ذبابة أرادت أن تدخل إلى داخل رأسك ما استطاعت، ولو دخلت لماتت في الداخل، لكن الله تعالى أراد لتلك الذبابة أنها تدخل وتعيش وتسوي له مشكلة في رأسه لحد ما مات. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال: وقذف في قلوبهم الرعب. لما قذف الرعب في قلوبهم ماذا كانت النتيجة؟ قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. طيب لماذا أخبرتنا يا ربي بهذا؟ قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا. من كان له بصر، قدرة على التفكير وبصيرة، فليعتبر بمثل هذا وليعلم بأنه مأمور فعلا بأن يأخذ عبرة. ليست المسألة قصص بس في القرآن، لا، بل المقصود أن يكون هناك عبرة وعظم مثل ذلك. بين أيدينا عدد من المسائل. المسألة الأولى: سبب نزول هذه الآيات. هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات نزلت في يهود بني النضير. من هم يهود بني النضير؟ وماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً من اليهود؟ كيف عاش مع اليهود في المدينة؟ كيف تعامل معهم؟ كيف كان وقع دخوله إلى المدينة؟ كيف كان وقع ذلك على اليهود؟ كيف كانوا يتعاملون معه أصلاً؟ هل كان بينه وبينهم معاهدة؟ اليهود، يهود بني النضير وبني قريظة وبني المصطلق، هل كان بينهم خلافات أم كانوا مجتمعين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وحرب المسلمين؟ هذا كله في الحقيقة يحتاج إلى بيان. أما يهود بني النضير فهم قوم من اليهود كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم عهدا، وهو عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة قادما من مكة مهاجرا إلى المدينة عمل بينه وبين اليهود فيها معاهدة: عدم اعتداء، نشترك في الدفاع عن المدينة، أي قتيل يلحقكم ديته نحن نساعدكم، وأي قتيل تلحقنا ديته أنتم تساعدون. عدد من البنود بينه وبينهم، وكان في العهد أن الذي يخالف هذه البنود يطرد من المدينة. يهود بني النضير الذين كانوا في المدينة هم من هؤلاء اليهود الذين يلزمهم مثل هذا العهد الذي عاهده النبي صلى الله عليه وسلم لجميع اليهود: أي واحد ينقض شيئاً من هذه المعاهدة التي بيننا وبينكم يستحق أن يطرد من المدينة تماماً. ولعلنا نكمل إن شاء الله ما تبقى في الدروس القادمة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.